نقاش تفاصيل هذه الندوة ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان نائب مسؤول القسم الاجتماعي في الهيئة الدكتور عمر راوي. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم، حياكم الله. ما هي أهم المحاور التي تناولتها ندوة معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق والتي نظمها القسم الاجتماعي لهيئة علماء المسلمين؟ بداية أشكركم على الاهتمام بهذه الندوة. طبعا هذه الندوة هي عقدت من أجل يعني التعريف بهذه الشريحة المهمة والتي يعني بلغ تعدادها الملايين في العراق، يعني ربما تتجاوز الأربع أو الخمسة ملايين. المهم أنه حينما عقدنا الندوة هي يعني قد بحثت فيها ورقتان. الورقة الأولى هي للدكتور أيمن نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان، والتي يعني طرح من خلالها معاناة هذه الفئة والإهمال الحكومي لها، وذكر الأعداد يعني التي تغافلت عنها الحكومة وكيف أن الحكومة لم تسهم في إنقاذ هذه الفئة وإخراجها من المعاناة التي تعيشها. وذكر أعدادا لذوي الإعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة. لديكم أرقام تقريبية دكتور؟ الأرقام التقريبية يعني حينما يعني نتصفح أرقام الأرقام التي ذكرتها الحكومة نجد أنها غير متطابقة، يعني هناك مسؤول يذكر أنهم تجاوزوا 1.5 مليون ومسؤول آخر يقول تجاوزوا 4 ملايين. فهذا من أصله حينما يعني نتصفح هذه الأعداد ونجد الفروقات فيما بينها نجد أن الحكومة قد أهملت هذا الجانب تماما، لأنه عدم إحصاء هذه الأعداد وعدم إحصاء ذوي الإعانات الخاصة دليل على أنه لا يوجد اهتمام مباشر أو غير مباشر من الحكومة لهذه الفئة. دكتور، كنتم قد قدمتم ورقة في الندوة أيضا عن الوضع الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، ما أبرز ما تطرقتم إليه في هذه الورقة عن التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الفئة في العراق؟ طبعا أبرز ما يعني ذكرناه في الورقة نبهنا إلى خطورة الوضع الذي يعيشه العراقيون. طبعا ذكرنا أن أكثر معاناة ذوي الإعاقة هي أتت بعد احتلال العراق بعد 2003، حيث أنه كان النسبة لا تزيد قبل الاحتلال عن 4%. ولكن بعد الاحتلال وبتداعيات الحروب التي شنتها أمريكا وحلفاؤها وما خلفته أسلحتهم المحظورة والمحرمة على المدن العراقية، حيث أنه مثلا أخذنا على سبيل المثال في الفلوجة هناك بلغت النسبة تقريبا 19% من المعاقين ومن من يولدون معاقين. وأيضا نبهنا إلى خطورة الإشعاعات التي خلفتها هذه الأسلحة على المدن العراقية، وكيف أنها اليوم هي لها الدور الكبير بأن أكثر من يولد هم من المعاقين. وأن هناك نسب كبيرة يعني غير مسجلة ويعني لم تسجل لا من قبل الحكومة ولا من قبل المنظمات. فهذا يعني أهم ما أبرزناه في الورقة التي قرأت في هذه الندوة. دكتور، إلى أي مدى تتحمل الحكومة في بغداد مسؤولية ما وصلت إليه هذه الفئة في المجتمع العراقي من حيث توفير الخدمات وكذلك نظرة المجتمع لها؟ والله هي تتحمل الوزر الكبير وتتحمل الجانب الكبير، لأنها هي من أصلها هي من يعني تشرع القوانين. هناك قانون 32 لسنة 2013 فيه العديد من الفقرات التي لو قرأناها وجدنا أن ذوي الإعاقة أو ذوي الإعانات الخاصة في العراق يعيشون في ترف وفي رغد، ولكن ها
هذا يعني حبر على ورق، لا ليس إلا أكثر، لا يوجد هناك عناية أو اعتناء. يعني على سبيل الذكر للحاضر أنه لو يعني جعلنا هناك مثلا إحصائية ورسمنا أعددنا إحصائية لعدد المعاهد أو المراكز التي تعتني بهذه الفئة ما وجدنا منها إلا القليل، وإذا وجدت فإما أن تكون معاهد أهلية يعني يتحمل المواطن العراقي الحصة الأكبر في دفع الأموال وما شابه ذلك. فالحكومة لم يكن لها أي أثر تجاه هذه الفئة، وتتحمل الشيء الكبير لأنها تهمل هذه الفئة إهمالا تاما وليس لها أي علاقة بهذه الفئة ولا بغيرها. شكرا جزيلا لك دكتور عمر الراوي نائب رئيس قسم القسم الاجتماعي في الهيئة، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.